ولسه عندنا ملفات كتير الحقيقه واوجه اندهاش كتير معاي. عايزين نعرف رايك انت. اندهشنا كتير والله، لازم تندهش معانا، هنندهش لغايه الظهر. طيب من 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 برضو الامور اللي عايزين نعرف رايك ورؤيتك لما سيترتب عليها الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي لاتحاد الكوره، هل تتوقع ان يبقى فيه يعني هذا الخطاب سيؤتي ثماره؟ هل هيكون في تصعيد ضد اللجنه المؤقته المسؤوله عن اداره اتحاد الكوره؟ يعني شايف الدنيا ماشيه ازاي، وخصوصا في ظل ايقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامه كعقوبه لشيء لم يتم ذكره اصلا بالظبط يعني بعد المباراه يعني كمان بالزبط. يعني ولا ولم يتم الاشاره ليه حتى من الحكم نفسه هو الشخص المعني. يعني لو في اي خطا ارتكبه محمد الشناوي كان الحكم مش هيتردد في وقتها، صح؟ في وقتها ده كل القصه ان هو قال له انا بكلمك يا كابتن، يعني لما هو بيوجه كلام للحكم بشكل عادي جدا بيحتج على حاجه معينه ومفيش اي مشكله طالما لم يتجاوز، فالحكم سابه ومشي، فهو مسكه من دراعه كده يعني بص لي انا بكلمك، يعني الكلام ده اتقال ومعلن. ثانيا لو في اي خطا كان الحكم على طول كتبه في التقرير، فهنا هتطرح قضيه ايه؟ انت في عقوبات اللي انت بتتخذها بتستند لايه كاتحاد كوره؟ هل بتستند لتقارير الحكم والمراقب زي ما هو متبع، ولا هنرجع تاني لقصة انك تجيب صورة تلفزيونية انت مش سامع ايه اللي حصل اصلا، ولا عارف ايه اللي دار، ولا الحكم اشتكى؟ يعني انا نفسي يطلعوا يقولولنا لو الحكم محمد سلامة اشتكى من حاجة معينة او قال ان هذا اللاعب كابتن محمد الشناوي اخطأ في حاجة، خلاص يقولولنا قال لفظا كذا. حتى في التقرير لم يتم ذكر ما هو بالظبط التقرير اللي كتب عقب انتهاء المباراة. يبقى إذن القرار اتخذ على ايه؟ اتخذ على لقطة معينة، اللقطة دي لقطة زي ما بيقولوا صماء، لا فيها كلام ولا فيها خناقة ولا فيها ان هو مسكه في اعتداء، يعني هو مجرد حوار. طب ما حصل قبل كده انه كان في حوار مع كابتن سامي الشيشيني بينه وبين الحكم، مجرد ان سامي الشيشيني التفت كده ومشي الحكم اتنرفز او حاجه فراح مطلع له كارت، فهو سامي الشيشيني حتى طلع بعد المباراه لما كان بيدرب اسوان وقال لهم يا جماعه انا ما عملتش حاجه، ده انا اتفاجئت ان هو مديني انذار وانا ما عملتش حاجه، فراجع بكلمه بجيبه كده لو سمحت كلمني اشرح لي ايه اللي حصل. فيعني اقصد في فرق بين الاعتداء بيبقى واضح ما فيهوش لبس، يعني ما تقدرش تقول مثلا لا انا فهمتك غلط، لا لو في اعتداء بتبقى واضحه بالزبط. ولا هو الاعتراض كمان استاذ جمال مرفوض؟ يعني لا. هل مجرد ان اللاعب يعترض ده اصلا غلط ويحق للحكم ساعتها ان هو يعني يديله كارت اصفر او كارت احمر؟ حسب شكل الاحتجاج. يعني لو وده بيحصل كتير، ما احنا هنا مش ده في الكره العالميه، في الكره العالميه وبعدين حتى على مستوى الانسانيه يعني او البشريه، واحد متضايق والحكم بيديله العذر ان هو الشناوي كان صح. رايح حسب ما عرفنا ان هو كان رايح بيعاتبه على انه لعيبه البنك الاهلي كانوا بيضيعوا وقت وانت ما اخدتش ضدهم اي حاجه، عشان ما هو هنا الشناوي بيتكلم على جزئيه انه في إضاعة وقت، وإضاعة الوقت ده المفروض الحكم ياخد قرارات لإيقافه، يعني النهاردة لما يبقى فيه لعيب بيتغير هيبدل وهيخرج من الملعب، ما ينفعش إن هو يمشي بيتفسح ومش ماشي على الكورنيش، يعني هو رايح المفروض إن في تايم للمباراة وفي ضمان لجدية المباراة نفسها، يعني لو هو لاحظ إن اللاعب ده بيتلكع شويه لا لازم يلفت نظره، ده وفقا للقوانين طبعا. صحيح، وفقا لقانون كره القدم نفسه. ما احنا بنتكلم دايما نقول ايه كره القدم غير يعني كره اليد ما فيهاش وقت ضايع، ما فيهاش واحد يتدلع يطول على طول، في حركه. فحتى من ضمن القرارات اللي دايما بياخدها الاتحاد الدولي ان هو بيحاول يشوف اسرع او اهم طريقه ان هو يختصر الوقت اللي ضايع، يعني حتى لما بتيجي تشوف الفار المفروض يبقى فيه سرعه، ما يبقاش المنظر الحكم واقف
10 دقائق مثلا عشان يتفاوض. لا، المفروض على طول انت عايز تاخد قرارك وتتحرك على طول. أيوه. بحيث انك تقلل الوقت الضايع. اما بالنسبه للاحتجاج فانا شايف ان هو مهم جدا، يعني ما هو الاحتجاج احيانا او في كثير من الاحيان بيوقف شويه، بيخلي الاتحاد المسؤول عن اللعبه ياخد باله شويه ان ايه العمليه اوفر زادت، فتكر بقى يعني خلي بالك مني للظلم يعني. لا مش خلي بالك مني يعني جاملني، لا خلي بالك من ان انت قراراتك معايا فيها تجاوزات. لان البيان اللي طلعه النادي الاهلي على فكره لا يتعلق بالمباراه دي تحديدا. طبعا يتعلق كمان بمباراه وادي دجله، يعني كذا حاجه حصلت قبل كده. طبعا الاهلي ما بيتكلمش عن دي بس بالظبط. فاذا النادي الاهلي برضو بيتكلم على ظاهره موجوده ممكن تتكرر، وممكن مش تتكرر مع النادي الاهلي بس، ممكن تتكرر مع كل الانديه بما فيها انه بتظلم الانديه المشاركه. بس مش بنفس كواليتي الظلم اللي تعرضه النادي الاهلي الفتره الاخيره. يعني في فعلا زي ما بيقال كده ازدواجيه في المعايير، يعني في حاجات كتير بتتحسب على النادي الاهلي بالظبط والعكس مش صحيح. الازدواجيه دي بقى غالبا هي اللي بتبقى محل شك، لانه انت مثلا بتتعامل في لعبه معينه معايا دي لقطات بقى احنا المخرج معانا هل يعني هل اعتراض، معلش مع كل احترامنا مع كل احترامنا لشيكابالا، هل ده الاعتراض ده زي الاعتراض بتاع الشناوي؟ يعني ما انا الواحد مش عايز يتكلم علشان ما حد الموضوع حساس، بس هي الصوره الصوره هي اللي بتتكلم يعني بالظبط، مش محتاجه يعني. يعني انا احيانا بشوف نسيبنا برضو من اللقطات دي عشان ما نبقاش مخصصين على حد، ما حدش يقول بالظبط. لا في لقطات معينه انا بشوف اللاعب يكاد، يعني انا ببقى قلقان وانا بتفرج انه ممكن سوري يعني يرفع ايده وياكله قلمين. يعني ما يعني المنظر طبعًا. اللي هو البادي لانجوج يعني زي ما بيقولوا منظره كده وهو بيتكلم، لا بيعمله كده عارف التحدي ده خلاص واضحه ان هيحصل حاجه فيزيكال، إن هو بيحط يعني دماغه في وشه خناقه في شارع يعني. خناقه بالظبط. لكن لما اكون تقييمك انت ما انا عشان كده بقول الشكل نفسه بيحدد منظر. طب هو دي اصلا